فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. هذا التوازن يفقد الكثير من المسلمين اليوم، لا يجمعون بين أن يكون صاحب فضل وعلم ودين ثم يقع من خطأ فيغسلون يديهم منه، أيحسن أنه على فضله ودينه أن ذاك الخطأ لا يوجب كفره ولا فسقه؟ لا، هذا من الجهل، كون يعتقد أن الإنسان أنه ما يحصل من خطأ. نعم، شيخ عالم داعية أحد، وأنه إذا حصل من خطأ تغسل الأيدي منه، هذا كله من أمور الجاهلية. الإنسان يخطي وإن كان من أفضل الناس يخطي وينبه، ولكن يجب عليه إذا نبه أو تنبه أن يتراجع عن هذا الخطأ ولا يستمر عليه،